على حدود إسبانيا ودع سيباستيان أنجلينا الشاب التي ربته وأحبته كثيراً، وكان الكلب الأبيض من جبال البيريني الذي اعتبر خطأً كلباً شريراً قد هرب من دورية الجبل التي كانت تطارده وقطع الحدود، ولحق به سيباستيان لمساعدته. بل نحن بخير، لا أحد يلاحقنا الآن، أخيرا نحن بخير. تدغدغني يا بال. لنكتشف هذه البلاد الآن. اليوم سنحاول إيجاد مكان للنوم فوق هذه الأماكن الصخرية. حسنا يا أعضاء فرقة الاستكشاف، هيا بنا. Regardez ce beau soleil qui brille, brille. Nous voulons chanter une chanson jolie. Quand le ciel n'est plus le ciel des vastes, vaste. Partons en voyage dans ce beau pays. Bisqueta itimai atara atara joli tabak tare handinka. Chopiri kanashiku natara natara namida ma futari de handinka. Anjde. ما هذا؟ أحدهم ينادي. أنشتا! أنشتا! هل يوجد أحد في الجوار؟ أنشتا! أيها الصبي، أعطني هذه البندقية. تعني هذا؟ نعم، أحضرها لي، أسرع أسرع، ارميها لي بسرعة، ارميها ارميها لي بسرعة. لكن إنها تثير الضجة. نعم، الضجة قوية. أطلق النار عليها مرة أو مرتين، ستهرب إذا أحدثت الضجة. إنهم يخافون الضجة. ماذا جرى أيها الصبي؟ أرجوك أطلق النار بسرعة. لماذا تتردد؟ يبدو أنك تخاف الذئاب فعلا. جبان جبان الشجرة 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 تهوى. أيها الولد، أرمي البندقية لي. أرجوك أرمي البندقية لي. أرجوك. هناك هناك. حسنا. عظيم. لا. Ah!
قطعة لحم نستطيع بيعه بسعر مرتفع. نجحت يا بان نجحت. شكرا شكرا لكما على مساعدتنا. كنا فعلا في ورطة. من أنتما؟ كنت فعلا رائعا يا ولدي. نعم صحيح. من أنا؟ نعم أنت. نريد أن نشكرك، لقد تغلبت على الذئاب. بل هو الذي تغلب على الذئاب. نعم إنه هو. أنت ولد طيب لتقول هذا. لأنني اختبأت؟ لا، لقد هربت لتلفت انتباه الذئاب، كنت أعرف ذلك. لم أشاهد أبدا ولدا شجاعا مثلك. وأنت؟ وأنا أيضا. من أين أنت قادم؟ من أين؟ من هناك، من هناك. مسافة بعيدة، إلى أين أنت ذاهب؟ لهذا الاتجاه. أي اتجاه؟ لا بأس، لا فرق، بدأ يحل الظلام، لما لا تأتي إلى منزلنا الليلة يا ولدي؟ إلى منزلكم؟ إنه قريب من هنا، نريد تكريمك كعربون على امتناننا لك. سنكون ضيفان في منزلكم. بالطبع، هيا بنا. ما الأمر يا بال؟ أنت تخاف هذين الرجلين؟ لا بأس يا بال، سوف يقدمان لنا الطعام وننام في منزلهما. هذا صحيح، لن نسيء معاملتكما أبدا. نعم هذا صحيح. حسنا هيا بنا يا بال. لقد وصلنا. هل هذا هو المنزل؟ نعم هذا منزلنا، تفضل أرجوك. نعم. أحمق ليس أنت، الضيوف أول. طبعا طبعا. أرجوك تفضل. شكرا. هيا لندخل يا بال. ما الأمر يا بال؟ سيقدمان لنا الطعام والمأوى، أليس كذلك؟ بلى، سأحضر لك الطعام بعد قليل، فانتظرني هنا. يبدو لذيذا. الحساء ليس ساخنا كفاية، تفضل دون شكلية. نعم دون كلفة. في الحقيقة كنت جائعا جدا. أرجوك كل قدر استطاعتك. كثيرا. نعم وبال. لا تخف سأعطي منه لبال. نعم ولبال. حسنا لنبدأ الطعام يا بوتشي. هيا. ماذا ستفعل بهم؟ هل ستبقيهم هنا؟
قد يكتشفون حقيقة أمرنا ويعرفون أننا مهربان، فيكتشف سرنا ويخبرون عنا. لا تتكلم بصوت مرتفع، سوف يسمعوننا. هذا كلب من جبال البيرينيه، نستطيع بيعه بسعر مرتفع. بسعر مرتفع؟ أحمق، قلت لك لا تتكلم بصوت مرتفع، مفهوم؟ غبي، لا أستطيع سماعك وأنت تتكلم هكذا أبدا أبدا. هل تفهم؟ ماذا يجب أن أفعل؟ تكلم بصوت معتدل، هل فهمت؟ نعم، لكن الكلب هو الصبي. الكلب سيكون لنا، سوف نأخذه من الولد. كان لذيذاً، لقد شبعت. أوتشي لا تنام، سنرحل الآن. لا أريد النوم هنا، لا أريد النوم. ادخل. لقد نام، فرصة جيدة، فرصة مناسبة. خذ، اربط هذا الكلب، اربطه جيدا، هيا تحرك. وبعد ذلك نبيعه في المدينة طبعا، ألا تفهم يا غبي؟ هيا تحرك، تحرك من أمامي. هل أنت كلب طيب، أحضرت لك قطعة خبز، خذ إنها طيبة. إنه ينبح علينا وأنا خائف منه. إنه مصدر للمال، اذهب من تلك الناحية. نعم. حسنا، أنت كلب طيب، ابق حيث أنت يا عزيزي. النجدة، 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 النجدة. بل ما الأمر؟ أعطنا هذا الكلب أيها الصبي. ماذا؟ بل؟ نعم، قررنا الحصول على الكلب. لقد قررنا ذلك. كلا، ابتعد أيها الولد، سوف نحصل على الكثير من المال إذا بعنا الكلب. هذا ما كنت تريده منذ البداية إذن. صحيح، الآن لقد فهمت. يجب أن تحذر من الكلام المعسول. لن أعطيكم بل أبدا أبدا أبدا. لا يمكنك ذلك أيها الصبي، امسكه. بل أهرب. امسكه. الويل لك يا غبي، رأسك الحجر. لم أقصد ذلك. هيا بال، هيا لنهرب. امسكه، انتظر، توقف توقف، انتبه. إنهما رجلان شريران، كنت تعرف ذلك، لهذا السبب أردت منعي من الذهاب معهم. أنا آسف لأنني لم أصغي إليك. مهما كان الكلب سريعا فهو لا يقارن بالشاحنة. إنه لا يقارن مع الشاحنة. سأمسك به مهما كلف الأمر.
خلي نهرب بسرعة. ها هما. نعم ها هم. أسرع يا بان. بان. الويل لهما مني. ألا يمكنك القيادة بنعومة؟ اصمت، هناك صخور كثيرة يا غبي. سأصاب بردود كثيرة هكذا. أرجوك أرجوك كن لطيفا للقيادة. لا أستطيع من كثرة الصخور، ألا تفهم يا غبي؟ لقد عضيت لساني. اسكت، ماذا قلت؟ عضيت لساني. لقد علقنا. لنذهب الآن يا بال، لنذهب. سأجعله يدفع الثمن غاليا. نعم يدفع الثمن. لم يستسلمي بعد. منذ اسكت، انا مشغول الان، ابقى ساكتا. لكن قلت لك اخرس، ساخيط لك فمك اذا بقيت تتكلم. اين ذهبوا؟ ذهبوا في هذا الاتجاه. لماذا لم تقل لي ذلك قبل الآن؟ أنا غاضب، غاضب جدا، يجب أن أقبض عليه. مندوزا اهدأ. اخرس. مندوزا. هذا الصبي. هذا الصبي سأنال منه. لنتوقف عن مطاردته. لنتوقف عن مطاردته. اخرس ايها الاحمق. مندوزا.
حسنا، وصلنا إلى نهاية الطريق. حسنا يا بيل. لنستسلم يا مندوزا، لنستسلم يا مندوزا، لنستسلم. لن أستسلم أبدا. ماذا ستفعل يا مندوزا؟ راقبني، إذا استطاع الكلب فعل ذلك فلما لا أستطيع القيام به أنا أيضا. توقف، توقف. لا يا مندوزا، توقف. ماذا يجب أن أفعل؟ تعال يا بيل. النجدة، النجدة، لا أستطيع السباحة. النجدة، النجدة. إنه هناك. سأنتقم منك، سأنال منك بالتأكيد مهما كلفني الأمر. سوف ننال. سوف ننال منك. ترك سيباستيان مندوزا ومونوز يتخبطان في المياه حيث غرقا، وتابع سيره مع بيل وبوتشي، وبقي الرجلان مصممين على اللحاق به وعلى انتزاع الكلب منه. وفرح سيباستيان كثيرا ساعة أطل على أول قرية مر بها بعد هربه منهما، وأسرع بالوصول إلى البلدة. ولكن هل سيتمكنان من الهرب بأمان؟